مرحبا وصباح الخير، يعطيكم ألف عافية. في دراسة جديدة عم تحكي عن الغلاء الفاحش اللي عم بيصير في كندا وعن المينيموم ويج أو المستوى المعيشة والدخل اللي عم بياخذوه في المستوى الأقل دخل الحدود. هاي المشكلة بعانوا منها كثير ناس، خاصة الشباب اللي دخلهم دائما بكون من الحدود الدنيا للدخول. هاي الدراسة عملتها قناة جلوبال نيوز وأثبتت فيها إنه المينيموم ويج المفروض ياخده الإنسان في كندا عشان يقدر يعيش في 2 بيدرومز أبارتمنت هو 22 دولار. المينيموم ويج الآن بيختلف من مقاطعة لمقاطعة، الحد الأدنى أعتقد 12 دولار والحد الأعلى 15 دولار، فلسه أقل من الحد المتوسط. بتحكي هذه الدراسة إنه إذا أنت عشت في مدينة فانكوفر، طبعا نحكي عن كل مدينة لحالها، بس في مدينة فانكوفر على الحد الأدنى الموجود الآن للدخل لازم تشتغل 112 ساعة عشان تقدر تعيش في 2 bedrooms apartment أو في غرفة من في شقة من غرفتين. المشكلة اللي بيحكوها إنه الناس عم تصرف أكثر من 30% من دخلها على أجار الشقة، طبعا عداك عن ما تبع أجار الشقة من الكهرباء ومية وتدفئة وإنترنت والأمور هاي طبعا الأمور كلها عم بتزيد العبء على المواطن وعلى اللي بيشتغل في كندا. طبعا مدينة فانكوفر يمكن من أغلى المدن الموجودة في كندا، وبيحكوا إنه المينيموم ويج اللي لازم يصير في مدينة فانكوفر هو 35 دولار و34 سنت عشان يقدر الإنسان في مدينة فانكوفر أفورد إنه يعيش في 2 بيدرومز أبارتمنت. برضو تورونتو من المدن الغالية كتير، عم بيحكوا إنه المينيموم ويج لازم يكون 33 دولار و70 سنت على الأقل في الساعة عشان يقدر الإنسان يعيش في 2 bedrooms apartment. زي ما حكينا إنه حنحكي الآن بالتفصيل عن كل مدينة بشكل مبسط. فانكوفر حكوا إنه المينيموم ويج فيها لازم يكون أو المينيموم ويج الحالي فيها 12 و65 سنت، 12 دولار 65 سنت بالساعة. فإذا هذا المينيموم ويج الحقيقي لازم تشتغل 112 ساعة عشان تقدر تعيش في شقة من غرفتين. تورونتو الوضع أحسن شوية، بس المينيموم ويج الحالي هو 14 ساعة في كل أنتاريو ومنها تورونتو، وعليه إنه لازم أنت تشتغل 79 ساعة عشان تقدر تعيش في شقة من غرفة، أو 96 ساعة عشان تقدر تعيش في شقة من غرفتين. كالجاري برضو غالية كتير، المينيموم ويج فيها أعلى المدن أو أعلى المقاطعات، في مقاطعة ألبرتا 15 دولار، بس عشان تعيش في كالجاري لازم تشتغل 72 ساعة بالأسبوع عشان تقدر تعيش في غرفة أو تأفورد إنه شقة من غرفتين، أو أعتقد إنه كانت 56 ساعة عشان تقدر تأخذ شقة من غرفة واحدة. هاليفاكس الحد الأدنى للأجور الآن 11.55 سنت بالساعة، فعشان هيك لازم أنت تشتغل 78 ساعة عشان تقدر تعيش في غرفة أو في شقة من غرفتين. شيربروك اللي هي في مقاطعة كيبيك، المينيموم ويج الآن في مقاطعة كيبيك 12 دولار بالساعة، فعشان هيك لازم تشتغل 41 ساعة في الأسبوع عشان تقدر تعيش في شقة من غرفتين. كيبيك تعتبر هي the most affordable الآن بالنسبة للهاوسز والإنشورنس، وإن شاء الله باقي المقاطعات بيقدروا تفولو. في فيديوهات رائعة من يوتيوبر اسمه فادي يوسف، يونس سوري، عفوا يا فادي، زميل وصديق عزيز من تورونو، عامل فيديوهات رائعة كتير عن كندا وعن المعيشة وغلاء المعيشة ومستوى المعيشة في عدد من المدن الكندية. ممكن تتابعوه، وأنا حط لكم لينك في السبسكريبشن على قناته وتروحوا عليها، وإن شاء الله تستفيدوا منها كتير. والله يعطيكم العافية، وإن شاء الله نشوفكم قريبا في فيديو جديد.
أعجبتكم القناة بأمل منكم كل كتاب سبسكرايب لايك كومنت وشير.